السنة الماضية جربت تجربة من أكبر التجارب بحياتي حتى الآن، وكانت نقلة نوعية كبيرة، كان إلها مخاوف وأيضا إلها طموحات. جربت وقف الجامعة وكتير أمور مهمة بحياتي لمدة سنة كاملة، وبعد ما مضت هاي السنة لقيت إنه مفيد إذا بعرض وبشارك التجربة معكم، إيجابياتها وسلبياتها، شو كانت أسبابها وشو النتائج اللي طلعت منها. وقبل ما نبدأ مهم نعرف إنه أي تجربة أو كلام بنحكي هو خاضع للنقد فعلا، يعني الشيء اللي أنا عملته بجوز البعض يشوفه مفيد والبعض لا، وإذا حدا حاول يعيد نفس التجربة بجوز ينجح وبجوز لا. فكرة الانقطاع عن الجامعة كانت بالنسبة إلي مثل حلم. من قبل ما أدخل الجامعة بسنتين وبعد ما دخلت الجامعة لعدة سنوات كانت السنين متسارعة جدا بالنسبة إلي، كانت السنين مليئة بالأحداث والإنتاج فعلا، لكن الظروف هي اللي كانت عم تمشيني وعم تقلي شو أعمل وشو ساوي. صارت المهام كثيرة جدا والوقت قليل، ومهارة تنظيم الوقت كانت ضعيفة عندي، وكنت بحلم بالشخص اللي متفرغ نوعا ما وعم يحاول يتعلم ويقوي مهاراته ويأسس لحياته. فكنت بتمنى أحظى فترة نقاهة فعلا، فترة عيد فيها توازن حياتي وارجع ارتب اموري وخطط لمستقبلي. وشاءت الاقدار انه يصير معي عدة ظروف ويروح علي فحص لمادة مهمة تأثر على معدلي وترفعي خلال السنة، ومادة تالي اجت غير المعتاد، وعدة امور اجتمعت كلها لحتى تخليني اخذ هذا القرار. فعرفت انه هذا تقدير رب العالمين لحتى اعيش هاي التجربة، والامر ان شاء الله كله لخير. اللي ما احبطني بقرار التوقيف هو انه كنت حاطط الخطة قبل فترة، وكنت متردد هل كمل وبعدين وقف، ولا انه وقف هاي السنة وبعدين اتخرج. وسألت اغلب الناس اللي حوالي اللي بثق برأيهم فعلا انه شو رأيكم بهذا الموضوع. الاغلبية اذا مو الكل كان رأيه انه لا كمل كمل وتخرج وخلص، والكلام في وجهة نظر، واغلب تجارب الايقاف عم تكون تجارب شبه فاشلة والشخص ما عم يطلع منها بالثمار المطلوبة، وغالبا عم يرجع بصعوبة على الجامعة. بعدين اجى القرار الالهي انه وقف. الحمد لله على كل حال، وبعد سنة بقول انه الامر كله كان لخير. وقت نحكي على تخطيط يوم او اسبوع او حتى شهر بقول لك الحمد لله متعود خطط لوقتي، بس وقت كان لازم خطط لسنه كامله كان الموضوع فعلا صعب. بقيت اسبوع كامل عم حط الخطه، خطه السنه اللي سميتها سنه استثنائيه. كتير ايام نتمنى امر وبس يتحقق منحس بمقدار الصعوبه بهذا الامر ومنعيش التجربه عن جد، وكانه الامر صار مختلف وصار حقيقه فعلا ومسؤوليه، بينما سابقا كان مثل حلم او شيء بسيط. وهذا اللي صار معي بهي التجربه. حاذكر بعض النقاط اللي كنت فعلا خايف منها، وانت بعد احكمي كملت التجربه انه هل فعلا جاوزتها ام لا. كنت خايف انه ما احسن نظم وقتي تماما، خاصه انه ما عندي محددات تحدد لي الوقت. ما بتتخيل قديش الجامعه والمدرسه كانوا اخذين من وقتنا سابقا، وكيف كانوا يحددون اختياراتنا واهتماماتنا فعلا. مجرد ما قمت الجامعه جرب حتلاقي وقت هائل، بدك اراده كبيره لتنظيمه، والوقت اذا ما عبيته بعنايه وخاصة بمرحلة الشباب غالبا حيتحبب اشياء سيئة او اقلها امور تافهة وتضيع للوقت. ايضا من المخاوف اللي واردة بهيك حالات انك تشعر بالتقصير عن طلاب دفعتك ورفقاتك، الناس اللي لك عدة سنوات ماشي معهم، انت وقفت وهن نكملوا. من المخاوف ايضا اللي كانت هي نظرة الناس وخاصة بالجامعة، للأسف نظرة كثير منها هي نظرة جزئية، في ناس بتاخذ الموقف وبتحطه بالسياق الغير مناسب، فبيقولوا انه ليك هذا انسان فاشل فاضطر انه يوقف. صراحة ما سمعت هذا الكلام بشكل مباشر، لكن انذكر من عدة اشخاص بطرق مختلفة، خاصة وقت صرت داوم مع دفعة جديدة، نسبة منيحة من هاي الدفعة هن طلابي او اخذين عندي كورسات، وبطبيعة الشغل بالكورسات والسوشيال ميديا كنت خايف اني ضيع وقت وانشغل بالجزئيات عن المقصد الاساسي. كل هاي المخاوف اللي حسيت فيها من بداية السنة سجلتها عندي، وحاولت افكر بحلول الها قبل ما اوقع فيها، والحمد لله كل هاي المخاوف استفدت منها. كتبت ايجابيات وسلبيات التجربة قبل ما ابدا. من الايجابيات مثل ما ذكرت ببداية الفيديو انه فعلا كنت بحاجة لفترة راحة، وانه ركز على جوانب ثانية بحياتي، وايضا يكون معي وقت لاقوي مهارات ثانية متعلقة اساسا بالعمارة، مثل تعلم بعض البرامج الهندسية وبرامج التصميم. واللغة الانجليزية كانت من اهم الاسباب اللي خلتني اني اوقف. وفي نقطة جدا مهمة عم حاول اني اطبقها بعدة مجالات وعدة قرارات، هو انه اعيش التجربة قبل وقتها. من وقت فت الجامعة وعم تابع وشوف حالة الطلاب بعد التخرج، حالة الضياع بعد التخرج او الاكتئاب او حالة الانصدام بالواقع الاساسي، ولقيت انه تجربة هي الحالة قبل التخرج بجوز اخف واقل ضرر بالنسبة الي. لهون انا بعدني عم فكر بالخطة والكلام كله نظري، فكان لابد من خطوة عملية اساسية لحتى ابدأ منها بالسنة الاستثنائية. خطة السنة كان لازم تاخذ جزء كبير من الوقت بالبداية، لكن هي اللي بتخلي المسار صحيح بإذن الله، وبتعطيني مجال ضل عدل وقيم العمل. والتجهيز لهي التجربة كان على عدة امور. بدأت بالبداية اني اقسم لعدة مجالات، شو هي الجوانب اللي بدي ركز عليها خلال هي السنة، مثلا جانب علمي ديني ثقافي مهني رياضي او عدة جوانب تانية. وفكرت بطريقة اعتمدها للمتابعة وتنظيم الوقت، جربت عدة تطبيقات وبالاخير اعتمدت على تطبيق نوشن، اخذ مني وقت لتعودت عليه بس لقيته مريح وشامل وصار جزء اساسي من يومي. وهذا التطبيق بالذات ان شاء الله قريبا حاحكي عليه كيف ممكن فعلا استفيد منه لتخطيط يومي او استفيد منه كمعماري او طالب عمارة.
قسمت الجوانب لأجزاء صغيرة بحيث تكون كل الخطة قدامي ويكون عندي متابعة مستمرة، وكل جانب طبعا كان له تفصيلات أصغر وأصغر. وأيضا خليت عندي دفتر جميل ومرتب للتخطيط والتدوين. أكبر تحدي كان بهي التجربة إنه ما في حدا يقيمني، أنا اللي لازم قيم وراجع نفسي. والثانية الوحدة فعلا محسوبة علي، ونظام المتابعة كان من الأوسع للأضيق. يعني في عندي أهداف سنوية، بعدين شهرية، بعدين أسبوعية، بعدين يومية. المتابعة السنوية بتكون على أساس الأهداف الكبيرة اللي حطيتها خلال هاي السنة، وهي الأهداف نفسها بقسمها على الأشهر، وبعدين بقسمها على الأسابيع، وبعدين بصير في عندي مهام يومية لازم أنجزها، لكن كلها بتصب الأهداف الكبيرة. وبهي الطريقة لو صار عندي تقصير فبحسن استدرك، ما بضطر استنى السنة كلها لحتى أشوف هل التجربة كانت ناجحة أم لا. في عندي تقييم، وفي عندي مراجعة يومية وأسبوعية وشهرية، وبالأخير السنوية. وغير الدفتر كان في عندي أوراق المتابعة اليومية اللي إلها فوائد عظيمة. كل يوم بكتب على هاي الورقة المهام اللي بدي أنجزها واشتغل عليها، وكما أنهي أمر بسجل إنه انتهى، وأيضا بسجل عليها أرقام الدروس أو السلاسل اللي عم أشتغل عليها لحتى أضل أشوف مدى الإنجاز اللي عم يصير. السنة الاستثنائية قررت أعمل ركن خاص واشتغل ببيئة مريحة قدر الإمكان، وطبعا ضمن الإمكانيات المتاحة. شغلي كان إما بالبيت أو المكتبة، وعلى ركن الدراسة بالبيت كنت عامل فيديو تفصيلي عن الموضوع، وخبرت الأهل إنه أنا موقف سنة وبدي أقعد بالبيت أكثر، بس هذا لأنه عندي دراسة ومهام أكثر وبحاجة فعلا للتركيز. وهالنقطة كانت مهمة جدا جدا، وانصح اي حدا بده يعمل تجربة شبيهة او يتفرغ لشغل لازم يحاول يركز المكان بده يقعد فيه. لازم الاهل يتفهموا سبب وجودك بالبيت. كل هي الامور برأيي كانت جيدة، بس ناقصها شيء جدا مهم، هو انه الجامعة راحت من حياتي، فانا بحاجة فعلا لبديل، بحاجة لبعض المهام والاهداف والواجبات اللي تعبي هذا المكان الفاضي. قد ما قلت انه بدي اقعد اتفرغ للدراسة، غالبا الانسان في فترات معينة حيكون بحاجة ليطلع من هذا الجو، بحاجة يعمل انشطة تانية واشياء تانية. فقررت اني احط بعض الامور اللي بتعبي لي وقتي وبنفس الوقت تكون ممتعة، فخصصت وقت ثابت للرياضة إما بالنادي أو من خلال البسكليت، وكان في وقت للأصدقاء، وفي أوقات كثيرة كانت لبرامج علمية إما على النت أو برامج على أرض الواقع ودورات تعليمية وتدريبية، وكنت فايد ضمن مبادرتين فكان أيضا معبين جزء من الوقت. وكان في عندي يوم بالأسبوع مثل سياحة بالأماكن القديمة، وهذا اليوم كثير تعلمت منه، وبنفس الوقت كان فعلا مسلي وفي نوع من الترفيه عن النفس. وخلال هاي السنة كان في عندي رحلات طويلة أو فترات ترفيهية، هاي الفترات برأيي لابد منها لو حابب الشغلة اللي عم تشتغلها، ولو فعلا معبي وقتك بشكل كامل لابد من فترة تانية تطلع من الجو اللي انت قاعد فيه، لان غالبا حترجع على المكان بهمة اكبر وحترجع باهداف اكبر، وحتكون هي فرصة لتراجع نفسك خلال الفترة الماضية كلها. فترات بتخليني انسحب شوي من مشاغل الدنيا ومشتتاتها. كل شيء عم احكيه كنت مسجله من قبل التجربة، انه شو هي الامور المسلية اللي ممكن اعملها، وكل شهر او كل مرحلة انجاز لازم يكون في عندي مكافأة بحال انجزت بشكل جيد. مط النفس ما كان ببساطة مثل ما كنت متوقع بالبداية، ولهلا بشوف اني بعيد كثير عن هذا الموضوع، لكن بحسن اقول اني قطعت مسافة جيدة. تخيل لو اني فتت على هاي السنة الاستثنائية اللي سميتها ونترك موضوع الجوال بأريحية، قديش ممكن تضيع السنة؟ غالبا حتضيع كلها. الحمد لله خلال هاي السنة ما اذكر اني بيوم من الايام فقت وما لي عرفان شو اعمل، غالبا بيكون جاهز المهام او الاعمال تبع اليوم من اليوم اللي قبله، كل مجهز شو بدي اعمل. ومثل ما حكيت نظام المتابعة اليومية الاسبوعية الشهرية السنوية كان دوما بيخليني اتذكر اكثر انه في عندي فعلا مهام، في عندي اهداف، وانا مالي موقف لاقعد اتسلى. كنت بهي السنة عم اشتغل اكثر من السنة اللي انا مداوم فيها بالجامعة هلا، لدرجة انه بنفس الوقت يكون عندي عدة مهام وعدة امور مهمة او ممكن عدة دورات. حاول اني اختار الاولى فالاولى. ولازم اذكر بهذا السياق انه هي ما كانت تجربتي الاولى بموضوع التخطيط، بفضل الله متعود على هذا الامر بمارسه من ايام المدرسة. درجة التنظيم متفاوتة وما كانت دقيقة اساسا، لكن هو امر انا متعايش معه من زمان. اما التخطيط الفعلي فبلش بالسنة الثالثة بالجامعة. بالنسبة للاهداف اللي كنت حاطها خلال هاي السنة، فمثل ما قلت انه مقسمهم لعدة جوانب. مثلا بمجال العمارة كنت حاطط انه بدي اتعلم البرامج الهندسية، في بعض البرامج اللي حابب فعلا اخطو خطوة فيها، مثل موضوع الفيري والماكس والراينو والجراس، وفي برامج التصميم افتر افكت وانديزاين واستريتر، ويعني هاي البرامج. بيجوز تسألني انه طيب شو انجزت منها؟ صراحة اغلب هاي الامور ما انجزتها، لكن بقول الحمد لله لان وجهة نظري وتفكيري واهدافي بهذا الموضوع اساسا اختلفت. ما عدت انظر للبرامج مثل النظرة السابقة، لقيت انه ممكن برنامج بكل موضوع فعلا يغنيني، برنامج بالتصميم او برنامج بالتودي، برنامج بالثريدي، برنامج بالرندر فعلا بيكونوا كافيين. ليش اتعلم كتير برامج وانا بعرف اساسا انه ممكن ما اشتغل فيها؟ وبرأيي هي من الاخطاء اللي كتير بتصير معنا كطلاب عمارة، بنتعلم كل البرامج اللي حوالينا، بالأخير ما بنحسن نركز إلا على شيء قليل منه، لأن الوقت جدا ضيق وفي كتير أمور لا تقل أهمية عن البرامج، مثل إني أقرأ وشوف وثائقيات وأقوي الفكر المعماري اللي عندي. أنا ممكن ببساطة حدد شو المواضيع اللي ببالي واللي حابب أتعلمها وأمشي فيها ووقتها بركز عليها، فاستغنيت عن أغلب هاي البرامج ومكتفي حاليا بالبرامج اللي بتهمني، والحمد لله شايف الأمور جيدة وحاسن وصل كل الأفكار اللي بدي إياها. وبرأيي هاي وظيفة البرامج الأساسية إنه تكون وسيلة، ما هي الهدف الأساسي بالنسبة لنا. تعلمت على برنامج اللوميون وأخذت فيه عدة كورسات، والحمد لله تعلمت وأنجزت خطوة منيحة بموضوع الإستريتر، وحتى موضوع الفوتوشوب قويت حالي فيه، وموضوع المونتاج والبريمير بظن إذا متابعين معنا بالقناة فحسيتوا الفرق اللي صار خلال السنة الماضية. ولولا
المحاسبة ونظام المتابعة والمراجعة غالبا ما كنت حسيت بهالنقطة، وهي المشكلة الأساسية اللي بتصير معنا وما بتخلينا نتعلم من أخطائنا، إنه عم نركض بهالحياة ركض، عم نركض طول السنين وبعدين بتخرج وبعد التخرج بالشغل وبنسى أسأل حالي وما بصح لي إنه هل فعلا هذا الطريق الصح؟ هل فعلا أنا بدي أطلع شغيل برامج ولا بدي أطلع مصمم ولا شو بالضبط؟ فنصيحة يعني بعد ما تخلص هذا الفيديو عاد هيك شوي بينك وبين حالك واسأل حالك هذا السؤال، سواء بالعمارة أو بجوانب الحياة كلها. كنت حاطط من الأهداف إنه بدي فوت بثلاث مسابقات، الحمد لله من بداية السنة فتت بمسابقتين وكانت النتائج مرضية جدا بالنسبة إلي، يعني الأهداف اللي كنت حاطة فعلا مشيت عليها، لكن ما وصلت للنتائج النهائية اللي كنت متوقعة، وهذا شيء طبيعي وبيرجع للأمور الطارئة اللي بتصير معنا بحياتنا واللي ما بتكون ضمن حساباتنا أساسا، وأيضا ما بنحسن دوما نحدد الهدف بشكل صحيح مثل ما صار معي بموضوع البرامج. حددت مصادر وجهات التأثير بالنسبة إلي وبالأخص على السوشيال ميديا، قررت من بداية السنة أني أوقف عن السوشيال ميديا لفترة لبين ما أستقر ورتب أموري. انقطعت عن السوشيال ميديا لمدة 3 أشهر وبعد فترة انقطعت لمدة شهرين وبعدين لمدة 4 أشهر، يعني أغلب وقتي ما كان على النت، والحمد لله هي من أهم الأشياء اللي ساويتها خلال هاي السنة. وموضوع السوشيال ميديا والانقطاع من الأمور اللي أنا متعايش معها وبحس بأريحية كبيرة وقت انقطع عنها لفترة معينة، كتير برتاح وقت حس أنه مالي مقيد وما في تطبيق أو جوال أو لابتوب أو برنامج ما عم يسيطر علي وعم يتحكم فيني. مرحلة الإدمان وخاصة بعاداتنا مرحلة سيئة جدا، إذا الواحد نظر عليها بنظرة واقعية وعقلية غالبا حيلاقيها جدا سيئة وحيحاول بكل الطرق إنه يبعد عنها. تجربة السنة كانت مثل دراسة كاملة وشاملة لذاتي، وانشغلت بعيوب نفسي قبل ما انشغل بعيوب غيري، صرت ركز على موضوع الأكل والنوم والسوشيال ميديا وكتير أمور تانية بحياتي. بجوز إذا بدي أسرد كل الأمور اللي تعلمتها والأمور اللي تركتها والأخطاء والإيجابيات لهي السنة هحتاج لساعات طويلة. التجربة ما كانت مثالية لكن كانت ناجحة جدا بفضل الله، كان فيها تحديات وايضا كان فيها بعض جوانب الفشل والتقصير. حسنت لغتي وحسنت قراءتي، تعلمت كثير امور بمجال العماره وبمجال الشريعه، دخلت كثير دورات وغيرت عادات واكتسبت عادات جديده. صدقا في كثير امور مهمه بحياتنا غير الجامعه والشغل، وصراحه بزعل على الناس واللي انا كنت اساسا منهم اللي غارقين فقط بالجامعه او غرقانين بالشغل وهم يحصل المنصب الفلاني او المبلغ الفلاني ومفكرين انه هي هي الحياة وبس. وحتى على مستوى الجامعة والعمارة لقيت انه في كتير امور تحسنت، ما دوما لازم يكون جوات الموضوع لحتى فعلا اتطور فيه، ممكن امور ما لها متعلقة بالعمارة اساسا لكن تغير تفكيرك بشكل كبير. وقت وقفت لفترة وطلعت من الجو اللي انا فيه لعدة سنوات ورجعت لقيت فرق كبير، انا عن نفسي حسيت بهذا الفرق وقت رجعت على الجامعة، سواء باختيار علاقاتي او موازنتي بين الجامعة وبين حياتي الشخصية او موضوع التعلم الذاتي والتعلم ضمن الجامعة، والحمد لله هذا الموضوع جدا فادني حتى على مستوى القناة، وعم اسعى خلال الفيديوهات القادمة اني انقل لكم جزء من هاي التجربة. كتير ايام بنخطط وبنحس انه ما انجزنا بشكل جيد وانه قصرنا، لكن اللي صار معي كان مختلف، خروجي عن الخطة المرسومة كان لشيء اعظم بكتير. كيف اذا مثلا انت رايح تشتري بسكريت ام اجا واحد وهداك سيارة؟ صراحة هذا الشيء اللي صار معي وهذا رزق من رب العالمين، كنت شايف جزء صغير من الحياة ومفكر انه هاي هي الحياة وبس، ومتخيل انه عندي اهدافي وعندي افكاري واني فاهم كيف الامور ماشية، لكن لقيت انه كان ناقصني كثير امور ولهلأ ناقصني. وإذا بتسألني إنه أهم شيء طلعت منه خلال هاي السنة، محسن مباشرة إلك إنه بفضل الله عرفت أنا ليش عايش وحددت أهدافي وحياتي القادمة كلها سعي لتحقيق هاي الأهداف. إذا ما وصلت وهذا شيء طبيعي، على الأقل بكون متت على الطريق. وبتمنى كل حدا فيكم يوقف هيك للحظات بينه وبين حاله، بعيدا عن الجوال وبعدا عن السوشيال ميديا وهي الأفكار كلها، ويقعد يسأل حاله هاي الأسئلة اللي طول حياتنا متهرب منها، إنه أنا ليش عايش وشو هي أهدافي وهل فعلا ماشي على هذا الطريق؟ هي الأسئلة بس تجاوب عليها برأيي كل الأمور بتصير سهلة بالنسبة إلك، وإذا ما حصلت تجاوب فبرأيي إنه هذا السؤال بيحتاج لعناء وبيحتاج لمقدار كبير من الجهد والوقت لتحسن تلاقي له جواب، وبعدها كل شيء هين بإذن الله.